مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد مصطفى زين العابدين. بداية يسعد مساك. أهلا بك يا خيي. كلك زين. طبعا في البداية حضرتك صاحب مخبز ومعجنات الحجي وبالتحديد في إربد. اتعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا اسمي مصطفى زين العابدين، لاجئ سوري مقيم هون بإربد بأول لواء بني كنانة. أخذنا هذا المخبز وبشتغل فيه أنا وولادي، والحمد لله يعني الأمور ماشي الحال. بنشتغل فيه يعني أصناف كثيرة. نعم. بالتوفيق. تحكي لي أكثر عن بداياتك، أنت ليش بالتحديد اخترت هذا المجال؟ والله يعني هي أول إشي يعني تسهيل رب العالمين وأرزاق. اشتغلنا يوميات عند الناس والحمد لله يعني تعلمنا المصلحة، وولادي ما شاء الله عنهم يعني بيشتغلوا، وحبينا نجرب حظنا أنه يعني نضمن مخبز، وضمننا هالمخبز والحمد لله الأمور ما شاء الله عنها. بالتوفيق. شو هي أهم الأصناف اللي عم تعملوها عندكم هون؟ والله إحنا يعني بنشتغل أصناف كثيرة يعني الحمد لله. بنشتغل جبن بيضة، لحمة، سنيورة، نقانق، بيتزا، زعتر، زعتر وجبن مخلوطة، خضار، كشك، سبانخ، يعني أصناف كثيرة يعني الحمد لله. نعم. وزعتر كبير وزعتر صغير. بنشتغل طلبيات للناس. نعم. بس أصلا وصفيحة شامية كمان. نعم. بس أصلا شو هي المشاكل والمعوقات اللي أنتوا عم بتواجهوها بهذا القطاع؟ والله الحمد لله يعني ما في معوقات نهائيا. يعني إذا بده يكون في معوقات بكون في أيدي عاملة. الحمد لله أني بشتغل أني وولادي، يعني كان الشغل خفيف أو قوي يعني نفس النتيجة. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ والله يعني أنا قضيت عمري بلبنان وبعرف شو وضع لبنان، بس أول إشي الأردن جارتنا وناسها مننا، وفي نسب بينا وبينهم كلهجة كلباس كعادات كتقاليد، ناس مثلينا مثليهم. فأنا يعني لو بدي ألجأ كنت لجأت على لبنان، بس الأردن أزبط لي لأنه الناس مثلينا هنا. نعم. أبدا وما ضايقنا من حدا نهائيا. نعم. لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ والله يعني أكثر إشي يعني لهالناس اللي مثلينا، يعني الناس اللي مثلينا بس أكثر إشي. وبالنسبة يعني للدولة يعني جلالة الملك أو يعني سلك الدولة، الحمد لله يعني معاملته ممتازة كثير كثير معانا. يعني كنت أشتغل أنا بمصلحة غير هالمصلحة، بس أولادي رغبوا هالمصلحة والحمد لله يعني أولادي يعني بعجبوكوا وشغيلوا أبضايات. كل واحد اختص يعني بشغله. يعني إياد ما شاء الله بيشتغل شغل على البسطة شغل ممتاز، ابني محمد خباز، وكل الناس يعني بترغبوا طبيعة كلامه ولهجته مع الناس. يعني حتى لو كان الشغل مزابط الناس بترغب انه يعني تيجي لعنده. وانا يعني هون بشتغل جوا بجهز لهم كل اشي. والشكر كمان لأبو منذر، يعني ابو المنذر صاحب المخازن وقف معانا الحمد لله يعني. وفي إلي جماعة بجرش من بيت أبو غزالة، هذولا يعني هذولا أصدقاء ما بنسوا نهائيا، أخوة أهل كل إشي. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين موقعكم وطرق التواصل معكم؟ إحنا بداية لواء بني كنانة، يعني على مدخل لواء بني كنانة بكفر جايز على الشارع الرئيسي. شكرا لك. اهلا وسهلا. وفي نهاية هذا اللقاء اعزائي المشاهدين اود ان اشكر السيد مصطفى على حسن استضافته لنا، وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرف.